وسيلة يقوم بشراء كل الأسلحة الممكنة والمنظومات الممكنة لمحاربة تركيا حتى التي انتهى تاريخ الصلاحية لها. ونحن نقول لا داعي لهذا القلق ولا داعي لهذه العمليات التسليحية. هذا التخطيط كله قليل في مواجهة الجيش التركي. نحن أقوى من اليونان بكثير، ولكن هذا التسلح اليوناني يقوم بالتأثير على رفاه الشعب اليوناني أيضا، لأن هناك ميزانية كبيرة يتم تخصيصها للتسليح وللتسلح، ويتخلوا عن تنظيم بعض الأمور الأخرى التي سترفع من رفاهية الشعب اليوناني.